الخبر الشمولي أننا في 1807 مسكن عادل مستوى مرتفعات وادري ومشروع منتظر من طرف المكتتبين منذ سنين وكذلك منتظر من طرف سكان المدينة. لماذا؟ لأنه مشروع هيكلي في الحقيقة، هو قطب سكني جديد. تصوروا شما أنتها 1800 عائلة راح تقطن هناك، إذن فيه نظرة استباقية لابد من إطفائها على تسير هذا المشروع. فيما يخص التهيئة، رأيتم أن الالتزامات التي قدمت لي في زيارة الأولى بصفة عامة احترمت، وسأواصل السهر على أن يتم هذا المشروع واستلامه قبل نهاية شهر جوان بحول الله.